اهلا بيكم احبائي طلبه طلبات المرحله الثانيه لغات مع الماثماتكس، واخر فرع لينا في مراجعتنا مراجعه ليله الامتحان مع السوليد جيومتري، والجزء الرابع في مراجعه السوليد جيومتري. يا ريت تكونوا اتفرجتوا على الثلاث اجزاء اللي فاتوا، وندخل في اخر جزء في مراجعه السوليد جيومتري. بيقول لي اي بي سي دي از سكوير، ومش معنى كده ان انا ارسمه سكوير، ممكن ارسمه باريلوجرام يعني، وده افضل يعني. A B C D is a square of side 12 سنتيمتر. طبعا السايد 12 يبقى انا عارف ان السكوير كل السايز ار ايكوال، وعارف ان الدياجونال هيبقى 12 روت 2، وعارف ان الانجلز اللي بيعملها الدياجونال هيبقى عامله 45. كل دي خبرات انا عارفها. وبيقول لي A C intersection B D اللي هما 2 دياجونال ات ان، وقال لي من عند ان بقى اعمل ان ام دروب بيرپنديكولار تو A B C D. وبيقول لي ام ان ايكوال 6 سنتيمتر، ام ان ب 6 طبعا هيبقى كمان، خلي بالك ان هاف السكوير هي برضه هيبقى ام ان اللي هاف السايد بتاع السكوير. يقول لك اتش از ميد بوينت اوف اي بي، طب ما الاي بي كله ب 12 يبقى ليه اتش ب 6 والاتش بي ب 6؟ السؤال بيقول لك بروف ذات ان البلين ام اي سي، ام اي سي ايوه اللي هو فوق ده، بيربنديكولار تو ذا بلين اي بي سي دي. فانت والله لو لقيت تو لاين انترسيكتنج بيربنديكولار مع بعض في البلين، يبقى تقدر تقول ان ده بيربنديكولار، او لقيت لاين بيربنديكولار هو كومن ما بين الاثنين تقدر يبقى. تعال نشوف كده الحل هيبقى ايه. وسؤال تاني بيقول لك بروف ذات ان الاي بي بيربنديكولار على البلين ام ان اتش. اثبت كمان ان الاي بي بيربنديكولار على البلين ام ان اتش. ولو اثبت ان الاي بي بيربنديكولار على تو لاينز في البلين ام ان اتش، يبقى انت كده اثبت ان هو بيربنديكولار. وبعدين بعد كده هيقول لك فايند ذا ميجر اوف ذا دايهيدرال انجل ام اي بي دي. ام اي بي دي، تعالى نبتدي الحل مع بعض عشان اثبت ان ال ام اي سي بيربنديكولار على الاي بي سي دي. تعالى نمسك الاي الام اي سي في 3 سايز، في ام اي وفي ام سي وفي اي سي، فانت عندك 3 سايز هنا. فانت هتلاحظ ان في لاين انترسكشن مع الاثنين اللي هو الاي سي، هو الاي سي لاين انترسكشن ما بين التو بلينز يعني. فانت عندك ان الام ان انا مديهولك جيفن اصلا ان هو بيربنديكولار على البلين، فتقدر تستخدمه طبعا، ويبقى بيربنديكولار على اي لاين فيه، يبقى بيربنديكولار الام ان هيبقى بيربنديكولار على الاي بي، وهيبقى بيربنديكولار على الاي سي، بيربنديكولار على الدي سي، بيربنديكولار على اي لاين في البلين. تعالى نثبت ان الام ان هو مديهولي جيفن بيربنديكولار على البلين، يبقى بيربنديكولار على اي لاين فيه، والام ان سبست من البلين مين بقى؟ ام اي سي. تمام، الام ان سبست من البلين ام اي سي. طيب اذا كده يبقى البلين ام اي سي ده دي سيرم هيبقى بيربنديكولار على البلين اي بي سي دي، وده الفيرست كان ريكوايرد. عايز بقى بعد كده اللي بيقول لي الاتش ميد بوينت اوف اي بي، وطالما ال H is midpoint طبيعي هيبقى ال N H بيربنديكولار على ال A B، حتى هو بر ال B C فهو already طبيعي بيربنديكولار، لان ده سكوير هيبقى N H بيربنديكولار على ال A B. وكمان انا عندي M N بيربنديكولار على ال A B في بروجكشن وفي بيربنديكولار، والبروجكشن يبقى الانكلايند بيربنديكولار، يبقى ام ان بيربنديكولار. اذا دلوقتي انت اثبتت ان اي بي بيربنديكولار مره على الان اتش وبيربنديكولار مره على الام ان، يبقى هو بيربنديكولار على دير بلين، يعني بيربنديكولار على الام ان اتش. وده كان الجزء الثاني. الجزء الثالث بقى، انت عندك ام اتش انكلايند على البلين اي بي سي دي، والبروجكشن بتاعه ان اتش بيربنديكولار على الاي بي، بل ام اتش بيربنديكولار على الاي بي، احنا قلناها خلاص. يبقى عندك انجل
ام اتش ان ايوه هي دي الانجل اوف انكلينيشن ذا هيدر البلين انجل ذا هيدر الانجل ام اي بي دي. وطبعا عندك الام ان هاف ال 12 يعني 6 وعندك الام ان انا مدولك 6 اقدر وعندك كمان ان الام اتش اقدر اجيبه والان اتش هو هاف البي سي اللي هو 6 عندك ده 6 وعندك ده 6 فتقدر تجيب اوبزيت وادجيسنت 6 و 6 تقدر تجيب 10 اوبزيت على ادجيسنت 6 على 6 ب 1 واقدر اجيب ان ميجر انجل سيتا اللي هي ميجر ذا هيدر الانجل ب 45 ديجري. ندخل على لو جالك ثيرم بروف ذات اف ا لاين از انكلاين تو ا بلين اند is perpendicular to a line in the plane, then its projection in the plane is perpendicular to the line in the plane. The لازم ترسمها وتكتب given required prove تكتب مسألة كاملة اللي هي بتاعت السيرم وتحلها انت ترسمها تكتب لها given required will prove. بقول لك XY are two parallel planes, M is a point outside of them, XD, MD doesn't belong to X, doesn't belong to Y. بيقول لك MA, MB, MC are drawn to intersect the plane XE وB وC and the plane Y at D وHO. فأنا هعمل الـ two planes اللي هو الاكس والواي وهاجي من ام اعمل ام اي وام بي وام سي يعني هرسم 3 لاينز وهيقطعوا اكس في اي وبي وسي وهيقطعوا واي في الدي والاتش والاو فتعال نشوف شكلهم هيبقوا عاملين ازاي. وبعدين بيقول لك such that ام اي تو ام دي ادانا هو ريشيو 1 تو 6 عندي بارل وعندي ريشيو المساله دي جميله قوي سهله اي بي ايكوال 3 سنتيمتر ده انا اتش او 24 سنتيمتر في فرق ما بين الريشيو والريال لينسز ادانا ميجر انجل اي بي ايكوال اي بي سي ب 90 الله على المساله الجميله دي ده ادانا كل حاجه فيها يقول لي بروف ذات ان التراينجل ان ميجر انجل دي اتش او ب 90 طب انا لو اثبتت ان هم سيميلر يبقى خلاص اللي فوق البي ب 90 هتبقى الاتش ب 90 وعايز السيرفيس اريا ما عارف طالما طلع 90 بقدر اجيب هاف بيس باي هايت واجيب السيرفيس اريا. اللعبه كلها بيقول لي ام بوينت اوتسايد تو بارل بلينز عملنا درو ام اي وام بي وام سي تو كات اكس ات اي وبي وسي تو كات واي ات دي واتش واو خلاص بيقول لي ميجر انجل بي ايكوالز ميجر انجل بي ايكوال 90 بروف ذات ان ميجر انجل دي اتش او از 90. لعبتي دلوقتي ان انا عندي في بارل بلينز وفي intersection للparallel planes لان في عندك planes هتتكون يبقى line of intersection are parallel. رسمت x و y to parallel planes جيت من m عملت line قطع x في a وقطع y في d عملت mb قطع x في b وقطع y في h عملت mc cut x at x cut y at o وهو دانا given ان ma to md 1 to 6 يبقى عندك MA to AD is 1 to 5 ودانا ريال لينس 3 لل AB ودانا ريال لينس لل OH 24 والسؤال عاوز يثبت ان ميجر انجل DHO 90 وعايز يحسب السيرفيس اريا بتاعت الترينجل DHO اللي تحت يبقى عشان احسب اريا في ترينجل دي اتش او محتاج كمان اجيب اللينس مثلا بتاع الاتش دي وده اقدر اجيبه من ريشوز لو انت عملت بروبورشنال. البلين اكس بارل تو بلين واي نبتدي الحل وانترسكت يبقى عندك اللاين في انترسكشن اي بي ودي اتش ار بارل وطالما بارل يبقى انا عندي ريشيو يبقى انا عندي اي بي اوفر دي اتش ايكوال الام اي اوفر الام دي is an equal 1 over 6 وبرضو الكلام ده equal mb over mh طيب ما هو mb over m over mh ده يبقى كومن معايا بقى في حاجات كتير برضو بنفس الطريقه bc بارل لل ho وهقدر اعمل بنفس الطريقه بنفس الريشيو وهيطلع bc over ho equal الصغير على الكبير mb على mh 1 over 6
برضو بنفس الطريقة يطلع السي بارل للاو دي واعمل، فطلع الثري ريشوز ار ايكوال، يبقى هم بروبورشنال، يبقى تو ترينجل ار سيميلر، وطالما سيميلر يبقى الكورسبوندنج انجلز ايكوال، وانجل بي 90 بانجل اتش 90. هنكتب الكلام ده. خربت ان اي بي سي سيميلر لترينجل دي اتش او، يبقى ميجر انجل او اتش دي هتبقى ب 90. وعايز اجيب لينسز بقى، طب ما انا عندي من الايكوال ريشوز اللي انا جبتها اقدر اطلع ان 3 اوفر اتش دي ايكوال 1 اوفر 6، لان هم ايكوال ريشوز كلهم ايكوال 1 اوفر 6. كروس مالتيبليكيشن، جبت له الاتش دي ب 18، عندي الاتش دي ب 18، عندي الاتش او ب 24، اقدر اجيب الاريا اوف ترينجل اللي تحت اللي هو او اتش دي هاف 18 باي 24، يطلع 216 سنتيمتر سكوير. خلونا نروح لاخر جزء عندنا في الريفيجن، لما اقول لك اي بي اند سي دي ار تو لاين ذا سبيس، ام از بوينت doesn't belong to either lines if AB is parallel to the plane CMD and CD is parallel to the plane AMB, then prove that AB is parallel to CD. مسألة صغيرة عبيطة، بس ازاي تعرف ترسمها؟ نرسمها بالراحة. A and B are two lines in the space. اي two lines في الاسبيس؟ ما قاليش بقى هم in one plane، ما قاليش ان هم في two planes. قال لك M is a point not belong to لا AB ولا CD. AB is parallel to the plane CMD. طب تعالى بقى لحد الجزء ده نعمله واحدة واحدة. تعالى نعمل كده الجزء الأولاني، أدي AB أدي CD two lines. قال لك في point M doesn't belong to either of them. وبعدين قال لي كمان إن في plane containing the point M، تمام، مع الـ AB اسمه X، في بلين تاني containing CD مع الـ point M. وطبعا انت عارف ان two planes لو عاملين intersection في الـ point M، لا الـ M دي هيبقى عندها line مش عندها point. يا باين انها point انما هما line. فانا هسمي الـ line of intersection للـ two planes اللي عندي P. كويس. السؤال اللي انا هعمله ان انا هوضح لنفسي ان انا مثلا انت عايز تسميه بقى البلين اكس اللي هو اللي تحت اللي هو اليلو وان ده، فانا هسميه اكس بقى، انا هسمي البلين ام اي بي ايكوالز اكس، تمام، واسمي البلين اللي فوق اللي هو الام سي دي اسميه واي، واللاين اوف انترسكشن بتاعهم مين؟ بي. ونرجع لسؤالنا، السؤال كان بيقول ايه؟ لو رجعنا لسؤالنا كان بيقول لي prove that ان AB parallel to, to CD. لما بيقول لي prove that ان MB parallel AB parallel to CD، تعال نشوف بقى في النهاية هو عاوز يثبت ان AB والCD are parallel، اذا لازم تثبت ان هما parallel their line of intersection اللي هو B. فانت لو اثبتت ان AB parallel B واثبتت ان CD parallel B، يبقى انت كده اثبتت ان AB وCD are parallel، ودي سهلة نثبتها. تعال نشوف مع بعض كده الجزء اللي عندنا اللي احنا اثبتناه، بيقول ان XY X intersection Y ادانا P. فعلا ال plane X intersection plane Y قطع بعض في M، وال M ده بيمر بيها line B، يبقى ده line of intersection بتاعهم، وال B ده containing ال point M. خلاص. طيب الجزء الثاني في المسألة بيقول ان AB parallel Y. فعلا AB parallel لواي، ليه؟ لانه بارل للايف بي. خلاص، ويبقى اي بي بارل بي، لانه ودانا ان اي بي بارل لواي ده في الجبل، يبقى اي بي بارل بي. وبنفس الطريقه هنقول برضو ان السي دي بارل تو ذا بلين اكس، تمام، يعني هيبقى برضو بارل بي. طب ما انت كده اثبتت ان السي دي بارل بي، واثبتت ان اي بي بارل بي، اذا اثبتت ان السي دي وA B parallel B، يبقى هما الاثنين R parallel، وهو ده الـ required. مسألة بسيطة سهلة جميلة، حاول ان انت تمشي مع المسألة complete، تمشي معاها واحدة واحدة،
اعملها في الدرافت تتاكد منها، اعملها اكسبريس بطريقتك، مش شرط تكون حافظ، اعملها بطريقتك، انا عايزك فاهم مش حافظ، وده اللي كان دايس عليه في الامتحانات. ان شاء الله نكمل، دي كانت نهايتنا في مراجعه يوم الامتحان لصاله جامتري، مع تحياتي خالد فاروق.